يا هلا مرحبا أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع. معكم أخوكم هاشم العلوي، واليوم عندنا هذا الجهاز الحلو من شركة أورتوريا، واحدة من أحلى الشركات اللي نحب نتعاون معها. هذا الجهاز هو عبارة عن Algorithmic Synthesizer. إحنا لما نفكر في Synthesizers إحنا نفكر دائما أنه لازم يكون جهاز طبعا كبير ومعقد وفي مداخل مختلفة ومخارج مختلفة للصوت. طبعا هاي الموضوع جدا مختلف اليوم. اليوم راح نشوف هاي الجهاز وهو نسخة يعني مبسطة من السينثسايزرز المعروفين في السوق. طبعا لا يغركم المنظر لأن الجهاز يمكن يكون حجمه صغير، ولكن الفيتشرز والخواص الموجودة فيه والأصوات اللي موجودة فيه جدا جدا قوية. قبل ما ابتدي الحلقة يا جماعة، حبيت أشكر دي جي كورنر على رعايتهم لهذه الحلقة. هما طبعا الجهاز أرسلوا لي عساسنا أسوي له ريفيو، ولكن كل الآراء اللي راح تسمعونها اليوم في الفيديو هي آرائي الشخصية، وما حد راح يشوف الفيديو قبل ما ننشره على قناتنا على اليوتيوب. خلونا يا شباب أول شيء نبتدي إن إحنا نلقي نظرة على المداخل والمخارج اللي موجودة على الجهاز نفسه. تلاحظون طبعا إن في مدخل ومخرج خاص حق الكهرباء، وعندنا جنبها هو زر السويتش مال الأون والأوف اللي يشغل الجهاز. تلاحظون أيضا مدخل حق اليو إس بي. هاي اليو اس بي نفس اليو اس بي اللي هو يستخدمونه حق نفس واير اليو اس بي المستخدم حق الطابعات، فهاي طبعا راح يتوصل مباشره الى جهاز الكمبيوتر على اساس ان احنا نقدر نستخدم السوفت وير اللي موجود مع هاي الجهاز. ونلاحظ ايضا وجود ميدي ان واوت، هاي طبعا اللي هو الميني ميدي او اللي هو المايكرو ميدي يسمونهم، يكونون طبعا حجمهم اصغر من حجم المداخل والمخارج حق الميدي اللي احنا متعودين عليها. وصوبه ايضا راح يكون في زر حق الكلوك، اذا حبيت اني انا أسوي سينك بهاي الجهاز مع شيء ثاني لازم يكون عندي طبعا جهاز أو شيء يرسل لي سيجنال حق الكلوك على أساس أن هذا الجهاز يكون متزامن أو إنسينك مع الجهاز الآخر. نلاحظ أيضا وجود السي في والجيت أوت، هاي طبعا إذا احنا عندنا أجهزة أخرى سينثسايزر مختلفة حابين نحن نوصلها بهاي الجهاز نقدر نوصلها عن طريق هاي المداخل. وأيضا مثل ما تشوفون هني موجود عندنا أوتبوت حق اللي هو الأوديو أوتبوت، لأن هاي طبعا مونو سينثسايزر فراح يكون عندنا مخرج واحد حق الاوتبوت اللي هو حق الاوديو، واخيرا فتحه حق الهيدفونز. اني الحين يا شباب نشوف الجهاز، طبعا ما راح ادخل في كل التفاصيل اللي موجوده فيها سينثسايزر. اذا حابين انتم تعرفون على الجهاز اكثر وعلى استخداماته بطرق مختلفه اكتبوا لي تحت في قسم التعليقات. خلونا نبتدي بالاشياء الرئيسيه اللي احنا نشوفها على الجهاز اول ما نشغله. اول شيء عندنا طبعا هني اللي هو الماستر فوليوم، هاي صوت الفوليوم الكامل حق الجهاز نقدر نتحكم فيه. اوكي، وعندنا طبعا هني يوتيليتي وسيف. يوتيليتي طبعا راح يدخلني على المنيو اللي موجوده، ما ادري والله تقدرون تشوفون هني لان الشاشه جدا صغيره، نقدر احنا نتحكم في الاشياء مثل التيونينج والسيتنجز حق المايك، في مايك لانه يتوصل فيه على اساس ان احنا نقدر نستخدم الفوكودر، فهي كلها راح اقدر استخدمها من خلال هذه اليوتيليتي اذا بسوي ريست حق الجهاز، كلها هذه من اليوتيليتي منيو. ولان اسوي تغييرات بشكل عام اقدر احفظها عن طريق زر اللي هو السيف. ننتقل إلى خاصية البريسيتس اللي موجودة هني. هذه الخاصية طبعا تقدر تخليني أن أنا أفتر على الأصوات اللي أوردي موجودة أو مسيفة في هاي الجهاز. في مجموعة أصوات، وطبعا إذا احنا قاعدين موصلين الجهاز بالكمبيوتر نقدر أن احنا ننزل برنامج اللي هو أورتوريا ميدي يوتيليتي، من خلاله أقدر أني أنا أسوي أول شيء، وهي أنصحكم أن تسوونه أول شيء، أسوي أبديت حق الفيرموير نفسها مالت الجهاز، لانه راح يعطيني ايضا اصوات جديده وراح يعدل لي بعض الاشياء اللي موجوده في الجهاز بشكل عام. لما اسوي ابديت حق الفيرموير واحصل على كل الاصوات الموجوده اقدر اني انا طبعا اختارهم من خلال البريسيت منيو، وهذا يمكن يعني اسهل طريقه ان انا ابتدي في استخدام الجهاز هذا، ان انا افتر على البريسيتس اللي موجوده واسمع الاصوات اللي فيه وممكن ان انا اغير فيها حسب الطريقه اللي انا ابيها. يعني شوف مثلا كيف يعني ممكن انا اختار الصوت اللي ابيه وابتدي اغير في البارامترز اللي موجوده هنا على حسب الطريقه اللي انا ابيها. راح انتقل بس بشكل سريع الى الجزئيه الرئيسيه حق كل سينثسايزر موجود في الحياه، الا وهي الاوسيليترز. شنو الاوسيليترز؟ الاوسيليترز هما فكر في الاوسيليتر كانه مثلا جهاز يطلع صوت، ولكن هاي الصوت انت شنو الخواص اللي راح تستخدمها فيه؟ شنو الخواص اللي انت راح تبي تكون موجوده في هاي الصوت؟ نوعه شنو؟ شكله شنو يكون؟ مستوى الصوت ماله شلون ممكن يكون؟ قوي ناعم؟ كل هذه الخواص ممكن احنا نتحكم فيها من خلال الديجيتال اوسيليتر اللي موجود هنا.
فلما ابتدي انا اتغير بتلاقون هنا طبعا في مجموعه من الاوسيليترز اللي اوريدي موجودين. في طبعا الجهاز نفسه انواع مختلفه من الاوسيليترز او التابس مال الاوسيليتر. في اللي هو الاساسي اللي هو يكون سوبر ويف، عندي ويف تيبل، الفي انالوج، الويف شيبر، كل هذلين انواع مختلفه من الجهاز اللي يطلع لي الصوت اقدر اتحكم فيه من هنا. كل هذه طرق مختلفة حق شكل الصوت أو نوع الصوت اللي أنا أبي أسوي له جنريت. الأزرار الثانية اللي موجودة هنا تتحكم في الأشياء اللي لها خص في هذه الأوسيليتر نفسها. الويف اللي أنا اخترتها مثلاً كم أبي يكون مستواها ممكن أتحكم فيه من هنا. التيمبر القوة مالت الصوت نفسها شو ممكن تكون أقدر أتحكم فيها من هنا. شكل الويف نفسها شلون يكون أيضاً أتحكم فيه من هنا. فهاي كلها أي شيء له علاقة في الصوت أو نوع الصوت أو شكل الصوت نفسه أقدر نتحكم فيه من خلال هاي الأربع نوبز الموجودة هنا. عندنا طبعاً لاحظنا في cutoff و resonance filter أقدر أغير فيه منهم الشكل اللابي أو النوع اللابي، low pass filter، high pass filter، ممكن أتحكم فيه بهالطريقة. هلا نجرب صوت ثاني يمكن يكون أوضح. هاي نوع الانالوج فلترز اللي موجوده هني. وكل شكل ايضا من الاشكال اللي انا اختارها عندي اوبشنز ثانيين ان اقدر اتحكم فيه، اللي هي شنو، اللي هي الانفلوب. الانفلوب هو شنو؟ الانفلوب هو عباره عن بعض الخصائص اللي موجوده بشكل اساسي في كل نوع من السنتسايزرز اللي موجوده في الحياه. عندنا شيء اسمه ADSR او اتاك ديكاي سستين اند ريليس. هاي العناصر هي الاشياء الاساسيه في كل سنتسايزر، يعني اقدر اتحكم في الاتاك هو بيعطيني الوقت اللي ممكن إذا طولت الوقت مال الأتاك بياخذ له وقت شوية زيادة على ما أبتدي أسمع الصوت. ديكي طبعا هو عبارة عن الوقت اللازم حق أن هذه الصوت يبتدي ينزل أو يختفي. زيته فممكن أنا أقلل عشان يخلص بسرعة. السستين طبعا الزمن أو مدة متى بيضل دايس أو ضاغط على هذه النوتة نفسها، هاي السستين. شوفوا قلت المدة شوية مالت اللي هو النوتة نفسها. وهاي طبعا اللي هو الاماونت مال الفلتر، مقدار الفلتر لهذا اللي موجود كم ممكن بيكون منه في الصوت، ممكن اتحكم فيهم كلهم عن طريق هذه. هاي اللي هو الانفلوب. الالف اوز طبعا ممكن انا اتحكم فيهم بطريقه تخليني اما اني اسوي سينك مع سرعه الدي اي دبليو اللي شغال عندي اللي هو البرنامج اللي انا قاعد استخدمه، او ممكن ابنده فيكون مو سينك مع الجهاز اللي انا قاعد استخدمه، مو سينك مع سرعه الاغنيه نفسها اللي انا قاعد الحين اشتغل عليها في برو تولز ولا في اللوجيك. الحين عندنا هنا طبعا مثل اللي هو المود ويل، اذا تعرفون الكيبورد موجود فيه نفس المود ويل اللي على جنب هنا اللي تخليني مثلا اتحكم في ان اسوي بند حق الصوت، مثلا لو اعزف على نوتة واحدة واستخدم المود ويل ممكن انزل لي اياها في التيونينج او زيد لي اياها في التيونينج،
هم هني أرتوريوم سوينها بهاي الطريقة، جايبين المود ويل هني بهاي الطريقة. يعني نسمع مع بعض مثلا، في نقطة جدا بصراحة ما عجبتني في هاي الجهاز. شنو هي؟ هي هاي الكيبوردز اللي موجودين هني. هاي طبعا مو بكيبوردز، يعني ما ينزلون، هي عبارة عن شنو؟ عن PCB بورد، نفس البورد اللي موجودة مالت الإلكترونيات. هاي عبارة عن PCB بورد. فكرتها إذا أنت يعني خاصة تعزف مثلا كيبورد أو تعزف بيانو، بتلاحظ صعوبة في عزفك على هاي الشيء. طريقة تحكم قوة الصوت فيه شوية مختلفة عن الكيبورد العادي. يعني إذا ضغط مثلا جزء بسيط راح يعطيني الصوت شوية أقل، ولكن إذا حطيت مثلا، إذا غطيت مساحة أكبر راح يتغير الصوت. عشان شيء بصراحة إذا أنت كنت يعني عازف كيبورد بتلاحظ صعوبة كبيرة في عزفك على هاي الشيء، لأنه ما في فيدباك. يعني أنت قاعد كأنه عندك لوحة إلكترونية بس وقاعد تعزف عليها. حتى المفاتيح السوداء أوكي شوية فيها فرق، يعني بتلاحظ أنها شوية مرتفعة عن المفاتيح البيضاء، ولكن بعد في نفس الوقت أحس أنه ما تعطيني إحساس، خاصة إذا أنا بعزف مثلا مقاطع على بيانو أو على كيبورد أو على شيء كذي. يمكن هاي يكون يناسبك لأن أنت ما راح طبعا تعتمد على هاي الجهاز في عزف مقاطع بيانو، ولكن هذا الجهاز طبعا مقارنة نقول مثلا بالميني لاب أيضا من شركة أورتوريا، أنا عندي الميني لاب المفاتيح اللي موجودة فيه أفضل بكثير من المفاتيح اللي موجودة هنا. فخلي بالك هذه النقطة إذا كنت حاب تشتري هاي الجهاز حق عزف عادي، يعني ما أتوقع أنك راح تستخدمه بهالطريقة، ولكن طبعا ممكن تستخدم الأصوات اللي فيه إذا وصلت عن طريق الميدي بكيبورد آخر. قوة الجهاز هذا طبعا مثل ما أنتم تعرفون مثل أي سينثسايزر، قوة تكون في الفلاتر اللي موجودة. فعندنا هني الجزئية اللي موجودة فوق هذه لها علاقة بالفلاتر، فممكن أنا أختار مثلا مجموعة من الفلاتر المختلفة اللي تشتغل في نفس الوقت. فممكن أنا مثلا أختار أن أبي LFO يتحكم لي في البيتش، وأبي مثلا Envelope يتحكم لي في الكوتوف، وواحد ثاني يتحكم لي في الأربيجيتر. كل هذه الأشياء تصير هني عن طريق هاي الميتريكس، وأقدر أتحكم في كم واحد منهم أبي، شنو الكومبينيشن اللي تكون هني اللي أبي أتحكم فيها. فهي طبعا خاصية جدا جدا حلوة تخليك تصيغ الصوت بالطريقة اللي أنت تبيه على حسب المعطيات الموجودة هني. ننتقل إلى قسم آخر وهو من أحد أهم الأقسام أنا أحس طبعا في هاي الجهاز، قسم اللي هو الأربيجيتر. الأربيجيتر بشكل عام يا جماعة ممكن هو يكون سينكرونايزد أيضا مع الجهاز، مع الدي اي دبليو. يعني مثلا إذا كنت تسجل أغنية بسرعتها 120 أو 130 وأقول له سينك، الأربيجيتر راح يكون ماشي بنفس السرعة اللي ماشي فيها الأغنية. وممكن طبعا أنا أبند السينك وخلي يعتمد على سرعة ثانية أنا أقدر أحددها. فطبعا ممكن أنا أشغل أو أني أبند الأربيجيتر. الشفت اللي موجودة هني راح تعطيني سويتش ما بين الأربيجيتر والسيكونسر. شنو السيكونسر؟ السيكونسر راح يخليني أسجل أربيجيترز مختلفة بطريقة معينة أقدر أنا أحددها. لو تلاحظون طبعا هاي الأشياء اللي موجودة هني هاي لها علاقة بالسيكونسر اللي تخليني أسجل بعض الباترنز بطريقة اللي أبيها. شوف مثلا هاي باترن معين مثلا سجلته عن طريق اللي هو السيكونسر. فأقدر عن طريق هذه الخاصية أحدد لي مثلا مجموعة من النوتات الموسيقية اللي أقدر أسوي لها بريسيت أو أني أسيفها من خلال العزف هني واختيار التسجيل إلى واحد من الباترنز اللي موجودة هني. يعني نسمع مثلا هذا، كذي احنا قدرنا ان نسجل باترن معين ونسوي له بلاي في اي وقت نبي. طبعا زر الاوكتاف هني خليني اروح اوكتاف فوق، هاي لانه 25 مفتاح، فيقدر يوديني مثلا ل 25 مفتاح فوق او 25 مفتاح تحت. خلونا الحين يا شباب نلقي نظره مع بعض على الاصوات اللي موجوده داخل البريسيتس التي مع الجهاز، وطبعا اللي تكون متوفره حزت ما انت تسوي أبديت حق الفيرموير.
هذه يا جماعة كانت نظرة سريعة على جهاز مايكروفريك من شركة أرتوريا. طبعا احنا ما تعمقنا بشكل كبير داخل كل الفيتشرز الموجودة فيه. إذا حابين تشوفون فيديوهات أكثر عن كيفية استخدام الجهاز وكيفية الحصول على الأصوات المختلفة فيه، اكتبوا لي رأيكم تحت في قسم التعليقات. وإذا حابين يا جماعة تتعرفون أكثر على عالم الهندسة الصوتية، راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصف هاي الفيديو. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.